الهيئة الجهوية للإنقاذ بقفصة منظمة الإفطار الجماعي وفيما بعد بطبيعة الحال المسيرة الصامتة بالشموع والتحول إلى دار الشهيد محمد بن مفتي. اليوم حدث استثنائي، 5 من أعضاء المجلس التأسيسي من أحزاب مختلفة على أي حال هم ممثلي الشعب والمنسحبين بشرف كبير من مجلس العار في زيارة إلى مدينة قفصة من أجل شحذ الهمم، وإحنا عازمين على مواصلة الحراك الاجتماعي والسياسي وتطويره في الأيام القادمة، والحكومة اللي تراهن على السخانة وعلى العيد وعلى من أجل تفكيك التعبة راهي اللي يحسب وحده ويظله. نحن قادمون وسنواصل حراكنا بحزم أكثر وبإصرار أكثر من أجل حل المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط حكومة الفشل. ساعة لكل أبناء قفصة ورحمة الله على شهيد محمد المفتي اللي وقع معناها ضربه من طرف قوات القمع أثر العمل على تفريق تظاهرات اللي كانت معناها منادية برحيل هذه الحكومة وبإسقاطها وحل المجلس الوطني التأسيسي. تحية لكل أبناء قفصة. هذه قفصة أرض عنيدة، أرض مناضلة، أرض يعني متأصلة في نضالها الوطني، نضالها الديمقراطي، نضالها الاجتماعي. الآن جئنا في محطة جديدة من محطات النضال من أجل إسقاط هذه الحكومة. هذه رحلة جديدة، هذه موعد جديد مع قفصة اللي جينا نحن نواب المجلس الوطني التأسيسي المنسحبين والمعتصمين بباردو، جئنا لكي نقوم بتلك الرسالة ألا وهي العمل على توسيع رقعة النضال والرفع من مستوى موجة النضال. اليوم نحن نعهد أبناء قفصة وأهالي قفصة أن على معناها الدرب مواصلون حتى إسقاط هذه الحكومة وحتى حل المجلس الوطني التأسيسي، هذه الحكومة التي فشلت والتي تنكرت لمطالب الثورة وأهداف الشعب. الزيارة هذه تدخل في معناها دعم مسيرة مساندة اعتصام الرحيل، وهنا في دار الشهيد محمد المفتي اللي مات في أول أيامات الأعداد والخروج للاعتصام تاع الرحيل. أنا باش نبدأ لكم بشعر قال واحد قفصي في السنوات الغابرة، معناها في قديم برشا برشا، وهو ينطبق على الحكومة هذه اللي هي محتالة والحكومة هذه اللي معناها تغط على التوانسة واستعمرتنا. يقول الشاعر، يقول من عام قائم مقام والقيامة كل يوم تقوم، من باطل الحكام نسخ نظيرة من حكم الروم. هو فعلا معناها الدستور اللي قاعدين يكتبوا فيه اللي خسروا عليه التوانسة فلوس وكل شيء واللي ما تمش واللي معناها أكثريته فيها الظلم وفيها معناها استعباد للمواطنين وفيها معناها إعداد باش النهضة زي تركب على رؤوس المواطنين اللي هما معناها جابوهم. أنا صورت معناها الثورة وقت بدت في قفصة وفي بوزيد وكل شيء ما فيهم مش موجودين، ما رانا اليوم جو وشعلوا الدنيا ثم رعبوهم العباد، رعبوا العباد بالحكاية الإرهاب اللي ترعد فرد وقت في مشولة والبوليسية معناها بتشوف فيهم فيش يخدموا فيهم ليل ونهار وكذا حتى من أعصابهم متوتر. إذن هالمسيرة هذه واللقاء هذا اللي قاعدين نشوفه في دار الشهيد ما إلا علامة للمساندة هذا الاعتصام الرحيل، واحنا ماشينا مسيبين إلا ما طرح الحكومة ويتحل مجلس تأسيسي. ونعاود نكمل بقصيدة قالها شاعر أصيل قفصة عام 1864، يقول ضاقت خلوقي واز
المغتاظ بيت خاطري هوز دمع الهذب نزاز من باطل الحكام نقز مثل بعير نحاز كبس دروكه لا قدرش يهز وشكرا.